السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة مع فاطمة. وصفة جديدة مع الأخت ديالي أم عماد. اليوم غنشارك معكم تحلية اللي كتجي رائعة، كتجي لذيذة بزاف، ما تحتاجو لا فلان، ما تحتاجو لا كريم باتيسير، مكونات اللي هي سهلة، وكذلك التحضير ديالها طريقة مبسطة وسهلة جدا. نتمنى هاد التحلية هذه تنال الإعجاب ديالكم وتقدموها لوليداتكم والأسرة ديالكم بكل صحة وعافية إن شاء الله. على بركة الله، بسم الله، نبدأ في التحضير. المكونات غنحتاجو البسكوي، غتستعملوا أي بسكوي متوفر عندكم. غادي نطحنوه أو نهرشوه، بغيتوه مطحون أو بغيتوه مهرمش حسب الاختيار ديالكم. من بعد ما طحناه كنضيف عليه الزبده اللي ذوبناها، تقريبا 2 معالق ديال الزبده، وتنخلطو مزيان. هنا وجدنا الكيسان اللي غنديرو فيهم التحلية ديالنا. البسكويت اللي طحناه كنديروه كطبقة أولى في الكيسان كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما قدينا البسكويت في الكيسان كما كتلاحظوا معايا، دابا غادي ندوزو نحضرو التحلية ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها. بالنسبة لينا حنا هنا درنا مقادير مدوبلين، درنا 4 المعالق ديال النشا ويترو ديال الحليب. نتوما ممكن تقسمو المقادير، ممكن ديرو 2 معالق ديال النشا مع 1/2 لتر ديال الحليب. ملي كنديرو النشا ديالنا وتنخلطو مع الحليب، هنا حنا ما غاديش نديرو السكر. التحلية ديالنا غادي نحليوها بحليب محلى نسبي. من بعد ما كنخلطو النشا مع الحليب كنردوهم فوق النار وكنستمروا في التحراك حتى كتعقد لينا التحلية ديالنا. من بعد ما عقدت لينا التحلية ديالنا حيدناها من فوق النار، غنضيفو عليها 2 ساشيات ديال الفاني
وغنضيفو كذلك الحليب المحلى نسلي كما قلت لكم في المقدمه، ما غاديش نديرو السكر، غنحليو غير بالنسلي، سنحركو مزيان. وكنضيفو كذلك جوج ياغورت كريمي درنا كما قلت لكم كذلك في المقدمه، مقادير مدوبله. بالنسبه الى غديروا جوج معالق النشا مع نصف لتر ديال الحليب، غادي ديروا تاني غير واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي ديروا غير واحد ياغورت كريمي بالنسبه اللي غادي يقسم المقادير، حيت حنا درناهم مدوبلين. وتنحركو مزيان كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. في الكيسان اللي درنا فيهم البسكوي كتبقى اولى، كنديروا التحليه ديالنا كتبقى ثانيه، وكنستمروا هكا حتى كنقادوها في الكيسان كاملين. بالنسبه للعبار اللي درنا حنايا راه خرج لينا كيسان بزاف، ماشي غير هادو، غير ما بغيتش نصور وحنا تنعمرو كيسان كاملين، الفيديو غادي يجي طويل، داكشي علاش قلت لكم ممكن نتوما ديروا المقادير يعني تقسموها. حنا درنا اطر الحليب وبعد معلقه النشا، نتوما ممكن ديروا نصف لتر ديال الحليب، حيت حنا في اطر الحليب وربع معلقه النشا راه خرج لينا كميه كثيره، يعني كيسان بزاف ماشي غير هادو. هذه هي التحليه ديالنا من بعد ما درنا البسكوي من كتبقى الاولى كما قلت لكم، والتحليه تبقى ثانيه. هنا ام عماد كدير البسكوي من الفوق، من بعد ما تكملهم بالبسكوي هكا من الفوق غادي ندخلوهم الثلاجه يبردوا مزيان. كما كتعرفوا التحليه كتبغي تبرد مزيان باش تجي تزيد عفوا تعقد، وكتكال اصلا هي بارده وكتجي رائعه بزاف السحور، هي مزيانه في مائده الافطار ولكن تصحو كتجي رائعه، انا الصراحه كتعجبني السحور بزاف. هذه هي التحلية اللي شاركنا معكم اليوم في قناة مع فاطمة مع الأخت ديالي أم عماد. القناة اللي بلا بكم غادي تزيد القدام إن شاء الله، دعموني أكثر وأكثر، وشكرا لكم أنكم ديما معايا ووفيين القناة ديالي والمتابعة للوصفات اللي تنشاركوا معكم. إن شاء الله هذه التحلية تنال الإعجاب ديالكم، جربوها راه يحماقوا عليها الأولاد ديالكم وكذلك الأسرة كاملة، راه كتجي لذيذة بزاف. وهذه التحليه ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه راه كما قلت لكم كتجي رائعه بزاف، مكونات اللي هي بسيطه وطريقه كذلك مبسطه باش اللي كنت يستافد. ما شاء الله السيدات راهم مبدعات وبارعات في انواع ديال الطبخ، لكن كاينين يعني كاين واحد الفئه اللي باغا تعلم فيها، بس اننا نشاركوا معاهم هذه الوصفات هادو وبارطاجيو باش كلشي يستافد، وهذا هو الهدف ديالنا. شكرا لكم على المتابعه الدائمه، شكرا على التشجيعات على التعليقات الجميله اللي كتصلني من عندكم، وراه كنخلي ديما المقادير ديال المكونات اللي كنقدم في صندوق الوصف، وفيه كذلك رابط الصفحه ديالي في الانستغرام وفي الفيسبوك بالنسبه اللي غادي يتابعني تماك. شكرا لكم بزاف. احنا في العشر الاواخر من رمضان، اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا وأجرنا من النار،
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وبلغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتلاقاو في وصفة جديدة، فيديو آخر عما قريب إن شاء الله.